يعني هو شو عمل الصحفي؟ عمل الصحفي بالدرجة الأولى أخذ المعلومة التي لا يرغب المسؤول في إفشائها ونقلها إلى المواطنين بالحقيقة الكاملة، هذا عمل الصحفي. يعني خلنا بس يعني نفصل ما بين الصحفي وما بين الإعلام، يعني اللي يعني العمل الإعلاني بالدرجة الأولى. نعم. الصحفي يعني الآن العمل الصحفي كثير تراجع، كثير تراجع، يعني حتى ما ظل إلا بجوز عدد على يعني من الزملاء على يعني بجوز على عدد الأصابع. وهذه الأعداد الكثيرة من الصحفيين، النقابة فيها 1100 صحفي، ويا ريت في قدهم برضه اعلاميين كمان. نعم. يعني احنا يعني احنا انا بقصده الاعلامي اللي بيعمل في مجال المهنه الاحترافيه، البحث عن المعلومه، النقد البناء، يعني نبش الحقيقه، هذا اهم شيء.